انك عملتي برضو مشروع حلو جدا مع سير مجدي يعقوب، احكي لي بقى عنه اكتر. بالنسبه لي ده كان very special لانه كنت خلاص خلصت تقريبا 3 4 مستشفيات وعيني على مركز اسوان للقلب، فحاسه انه انا كنت بقعد اخبط على كل بيبان، عارفه ممكن افتح لينكد ان اقعد ادور على الناس عشان اوصل لحد جوه عشان اعرف. برافو عليكي. عايزه احط حاجتي فيها، يعني هو ده اللي يعني عارفه بتبقى عليها سبوت لايت كده بتنور في عيني. قعدت كتير قوي عشان اوصل لحد، وجت بالصدفه، يعني ربنا بيفتح كده بيبان قدامك فجاه. اسعى يا عبد وناسها معاك، عارفه يعني بجد والله انا عاجبني جدا انت بتقوليه. انا اكتر حاجه بسطاني اللي انت بتقوليه ده، اصل بصي في كميه ناس يا جماعه بيبقى عندهم احلام وبيبقى نفسهم ينفذوها، وهم بيقولوا ما اكيد بقى لو حاولت انا هيقول لي لا، او ممكن يجرب مره واثنين ويتقال له لا فعلا فخلاص بيبتدي يفقد الامل. لا انت بصي وصل مرحله ايه، ان انت بتقعدي تدوري على ناس ممكن تكون بتشتغل في مكان نفسك تودي حاجتك فيه وانت ما تعرفيهمش، وتبعتي لهم رسائل وانت ما تعرفيهمش على امل بس ان هم يردوا عليكي ويدوكي فرصه ان طب يلا نتكلم او نشوف او عندك ايه. وطبعا اكيد ما بين كل مليون حد واحد او اتنين بس اللي بيردوا، بس انت ما فقدتيش الامل وفضلتي تكملي لحد ما وصلتي فعلا. فهي هي هي طبعا الحمد لله ربنا بيوفق، بس في نفس الوقت انت سعيتي وانت حاولتي عشان كده قدرتي توصلي ده. الحمد لله. بس هو بيبقى عندي عارفه لما بفرج على اعلانات كده المستشفيات اللي بتيجي ساعات عارفه اللي هو يلا ستيب 2 انا حاجه حصل لكم انت اللي جاي مش هسيبك. وانا اعلانات مستشفى مجدي يعقوب بالنسبه لي كنت بقعد ارقص وانا عارفه وانا بتفرج على الاعلانات، عارفه عشان شايفه شغلك فيها. لا مش قبل كمان قبل فاللي هو ببقى عارفه عيني بتوسع كده اللي هو بتفرج على الاعلان اللي هو وات اف. ايوه نفسك. اول ما وصلت لحد من هناك اتكلمت معاهم قلت لهم انا عندي كونسبت جاهز موجود للمستشفى، هم حبوا الايديا قوي، وبس كانوا هم محتاجين يعني في حاجات بتبقى المستشفى عايز تعملها بس مش في احتياجاتها ان هي تعملها دلوقتي، يعني مثلا لبس التمريض هم كانوا لسه مغيرينه فمش محتاجين يعملوه دلوقتي، بس مثلا ما كانش عندهم لبس للاطفال البوست اوبريشنال جاونز، فانه الاطفال تلبس حاجه وتخرج بيها من العمليات تلاقي نفسها لابساها، فده كان بالنسبه لي مهم قوي. اول حاجه فكرت فيها ايه التشالنج، ايه الحاجه اللي قدامنا اللي ممكن نقدر نغيرها. مشكله الاطفال اللي عندهم امراض قلب مش زي الاطفال اللي عندهم كانسر، ده حاجه وده حاجه. الطفل اللي عنده مرض يعني امراض قلب بيقعد في المستشفى مثلا اسبوعين ثلاثه شهر بكثير، لكن مريض السرطان بيقعد في المستشفى يمكن يعني 6 شهور او اكتر، ممكن يقعد سنه او اكتر. فالطريقه او الفلسفه اللي احنا بنتكلم بيها ده غير الفلسفه اللي احنا بنتكلم بيها ده. طب فاول حاجه فكرت انه الطفل مشكلته في الامراض القلب انه مش بيمشي على العادات الصحيه اللي المفروض يمشي عليها بعد العمليه، يعني هو بعد العمليه بيبقى بيتحسن بس هو بيرجع تاني لنفس العادات اللي كان قبل العمليه، فمش بيتحسن بالريت المطلوب. فده اطفال طبيعي لما تقعدي تقولي لها لا ما تعملش ده، لا ما تاكلش ده، لا ما تشربش ده، لا ما تعملش مجهود، مش هتفهم لانه طفل at the end of the day وشايف صحابه بيعملوا الحاجات اللي هو محروم منها. فقررت ان احنا نعمل شخصيات كرتونيه، مفيش حاجه احسن من انك تتكلمي مع طفل بنفس مستوى تفكيره، ان احنا ننزل بمستوى تفكيرنا للاطفال مش نطلع مستوى تفكيرهم لينا، لانه لو قعدنا سنين مش هيفهم. بالظبط. فان احنا ننزل بقى مستوى تفكيرنا ان احنا نعمل لهم كرتون كاركترز، كل كرتون كاركتر بيقول لهم على عاده من العادات الصحيه اللي احنا عايزين نعملها، كل شخصيه بتعلمهم حاجه وبقى تمشي الكاركترز كل واحد بالصفه بتاعته. حلو قوي الموضوع بجد لذيذ جدا، ان هم اكيد كل الاطفال نفسها تشوف كرتون او تلون في الكتب الالوان، لكن في نفس الوقت ان في رساله برضو وراها بتديهم مسج، انت واثقه ان المسج دي مهم ان هي توصل لهم في الوقت ده.